اهلا بكم حبايبي طلاب 6 ابتدائي دارسي منهج اليكس ازوي. ان شاء الله النهارده مع بعض هنشرح منهج اليكس ازوي سنه 6 ابتدائي من كتاب ديكسترونز، كتاب ورقي موجود في كل المكتبات. و يعني احنا عندنا في الكتاب منقسم الى كذا ركن. اول ركن اللي هو ريفيزيون سيغ لوتي دي بريسيدونت، مراجعه عامه على ما سبق دراسته. عملت لك الاول خالص ريفيزيون على رابعة وخمسة ابتدائي. بعد كده المنهج بتاعك بتاع سيجن بريمير أو ستة ابتدائي يعني بينقسم إلى ثلاث وحدات. الوحدة الأولى اسمها أونيتي أن، اسمها أون فاباري، دي في صفحة رقم كام؟ 32. أونيتي دي اسمها بونجور سافان وليفوالا، صباح الخير إحنا جينا وإحنا رجعنا يعني. رقم ثلاثة ليبش كوان أسرع، الوحدة الثالثة. بعد كده عملت لك تمارين متنوعة على ثلاث وحدات. بعد كده عملت لك مراجعة ليلة الامتحان على الثلاث وحدات، يعني انت ان شاء الله في ليلة الامتحان مش محتاج انك تطبع ملزمة او صور مذكرة. وفي الاخر عملت لك باب كامل للاجزامات للامتحانات. وعلى فكرة فكرة دي اللي هي مراجعة امتحان ليلة الامتحان دي فكرة جديدة مش موجودة غير في كتب الاكسترونس بس. طيب انا معاكم مسيو ايمن سعيد، طبعا مؤلف كتب الاكسترونس. احنا هنا عايز اقول معلش تنويه سريع ان احنا مستمرين في حجز طلاب ثالثه ثانوي عام. الحمد لله طلابنا كل سنه بيخشوا امتحان ثالثه ثانوي بيقفلوا، لان احنا بنشتغل معاهم شغل صح، او احنا بنديهم يعني تمارين كتير واكزرسيز سواء الكترونيه او ورقيه وشرح طبعا متميز. فالحمد لله يعني. فانت ليك اخ اخت ثالثه ثانوي عام، او اذا كنت ولي امر عندك ابن او ابنه، فممكن يحجز معانا ان شاء الله ويتابع معانا او يعني ياخد معانا شرح منهج ثالثه ثانوي او حتى اولى وثانيه ثانوي يعني. ان شاء الله اوعدكم ان هيبقى مستوى متقدم جدا. طيب مع بعض بس يا اولاد هنا. هنا اونيتي ان اون فا باري، يعني الوحده الاولى بتتكلم عن السفر يعني رايح باريس. يبقى يا اولاد انا دايما بقول كده طلابي ان اسم الوحده يعني مواضيع المنهج مش حطوه كده اعتباطا خالص، يعني من اسم الدرس هنفهم الوحده تتكلم عن ايه. يعني هي اسمها انا رايح باريس، فانا اروح باريس هشوف اثار، هركب وسائل المواصلات، هتعرف على جنسيات. يبقى انت هنا بتتعرف على لوليه تورستيك اون جيب اوتون فرانس، الاماكن السياحيه في فرنسا وفي مصر. اثنين لي مويان ترانسبور، وسائل المواصلات زي تاكسي وبيس ومترو باتون. رقم ثلاثه دي ناسيوناليتي اوليبي، الجنسيات. رقم اربعه لو فيرب الي، وبارتير يرحل، الي يذهب، بارتير يرحل، وهكذا. فوار يرى، اكري يكتب، وفعل فير معناه ياتي. يبقى احنا هنا كده من اسم الاونيتي اللي اسمها اون فا باري عرفنا الوحده عايزه ايه، او وضع المنهج ده عايز يعلمنا ايه من الوحده. هو عايز يعلمك الاماكن السياحيه، عايز يعلمك وسائل المواصلات، عايز يعلمك افعال يعني يذهب يرحل يشوف يكتب، الجنسيات دي كلها اهداف من يعني كتير جدا، او من ضمن اهداف واضع المنهج او مؤلف المنهج. طيب كتابنا احنا مع بعض. اول خالص الافعال لو فيرب، فيرب فيزيتي يزور، فيرب فيزيتي يزور، فيرب فواياجي يسافر، فواياجي يسافر، سيتروفي تقع او توجد، سيتروفي، كونسيي ينصح، كونسيي، ابيتي يسكن، دوماندي يطلب، فيرب اكرير يكتب، اكرير يكتب، فيرب رونتري يعود، رونتري يعود، فيرب بريفيري يفضل، بريفيري، فوار يرى، فوار، بارتير يرحل، دوني يعطي، انفيتي يدعو، اريفي يصل، ابورتي يحضر، لير يقرا، فيفر يعيش، اكسبليكي يشرح. مع بعض تاني يا اولاد، فيزيتي، فواياجي، سيتروفي. ناس معايا الكتاب طبعا، احنا في صفحه رقم 33. يبقى احنا صفحه رقم 33 من كتاب ليكسونونس، والوحده الاولى اسمها اون فا باري. يبقى هنا فيزيتي، فواياجي، سيتروفي، كونسيي، ابيتي، دوموندي، اكرير، رونتري، بريفيري، فوار، بارتير، دوني، انفيتي، اريفي، ابورتي، لير، فيفر، اكسبليكي. اكسبليكي يعني يشرح. بعض الكلمات، اون فيل مدينه، اون فيلاج قريه، لو فاكانس الاجازه، ان توريست سائح، لا سواري السهره، لا سواري، اندرابو علم، اون لتر خطاب، سوبر رائع، اون بيرسون شخص، اون بي بلد، ان كارتيي حي سكني، لي مونيمون الاثار، لي مونيمون، لو كير القاهره، اليا يوجد، ان كونتينو قاره، كونتينو قاره،
ناسيوناليتي الجنسية، كنتم فرحان، إيه يعني where. يبقى دي كلها كلمات إحنا خدناها. طب هنا اقرأ دي مونيمون الآثار، أهي مونيمون الآثار، دي الآثار المونيمون. أن كونتينون قارة، دي القارة، أهي دي قارة. هنوصل الأول رقم أيا كان، يعني إن لتر الخطاب أهو اللي فيه ريشة ده. إدرابو يعني علم، أدي إدرابو. طيب فيلاج قرية، أهي قرية فيها أشجار جميلة يعني. طيب هنا شوازي لا بوريبونس، هنا بيقول لي جينوات إن لتر، أنا بعمل الخطاب، بكتب إكري ولا مونج بأكل ولا كونسي بنصح، أكيد أنا بكتب خطاب، أختار إكري. لو جبت إيه، مصر تكون أن بي دولة ولا أن فيلاج قرية ولا إن في المدينة، طبعا مصر تكون إيه، ان بي دوله. ليه بخصوصيه نقط لكور المدرس بيعمل المحاضرات او حصه يعني، اكيد اكسبليك يشرح. طيب نقط لمونيمو الاثار، اكيد نو فيزيتو بنزور الاثار، لان احنا مش نسكن اثار ولا نشرب اثار يعني. مو نقط ايه كالم، هنا مو يعني عايز حاجه مذكره، كلمه ميزو منزل مؤنث وكلمه في المدينه مؤنث، يبقى مون كارتيه ايه كالم. علي نقط اسيزا مي اسون انيفرسير، يبقى علي انفيت دعا سيز عمي علي دع اصحابه اسون انيفرسير علشان عيد ميلاده، اكيد مش سافر ولا اكيد مش اكل مونج يعني. طيب هنا بقى عندي ليمونيمو ان ايجيبت، ليمونيمو ان ايجيبت الاثار اللي عندنا في مصر زي لو بيراميد الاهرامات، لو بيراميد لا سيتاديل دي صلاح الدين، لو ميزي ايجيبسيان، لو ميزي ايجيبسيان يعني المتحف المصري، لا تور دو كير برج القاهره، لو سفنكس ابو الهول، لا فالي دو روا وادي الملوك. يبقى هنا لي براميد، لا سيتاديل دو صلاح الدين، لو ميزي ايجيبسيان، لا تور دو كير، لو سفنكس، لا فالي دو روا. لي مونيمو ان فرانس سو نوتر دام، لي لوفر، لا تور ايفيل، لارك دي تريومف. يبقى نوتر دام او لي لوفر متحف اللوفر، لا تور ايفيل برج ايفل، لارك دي تريومف يعني ايه، قوس النصر، قوس النص. طيب هنا بديني كلمات، الكلمات دي يا شباب اللي هي اهي، وهتحتاج الصور يعني، انت هتبص على الكلمات دي وعلى الصور، ده تمرين سهل يعني ممكن تحله من خلال الصور دي. طيب وهنا اون ايجيبت اون بي فيزيتي، في مصر نزور ايه، هتكتب الحاجات اللي احنا ذكرناها دي. ونفس الكلام في فرنسا، اون فرانس اون بي فيزيتي، هتكتب الاماكن السياحيه في فرنسا اللي هي دي، اللي هي نوتردام او لوف او لا تور ايفل او لارك دي تريومف. طيب بعد كده عندي الدوكومون اسكولير، وثيقة احنا عملناها خاصة بكتاب الوزارة. أليكس إي بازيل قال والله احنا نوزال لوان باري، احنا رايحين باريس. ده مين؟ يبقى أليكس وبازيل رايحين باريس. طيب كروكوتو قال لك لا، جي في فوار نوتردام، أنا عايز أشوف النوتردام. ده مين؟ ده كروكوتو الضخم ده. طب هنا لولو قالت لا، أنا جي في فوار لا تور إيفل، جي في فوار عايز أشوف يعني أي ونت تو سي، يبقى جي في فوار يعني أي ونت، جي في أنا أريد. يعني جي في ده يا اولاد انا اريد، افوار يعني سي يعني ارى، لا تور ايفل قالت لا انا عايز اشوف مين، برج ايفل. طيب ماشي، وانت يا زوي قالت لا بصراحه انا جي في الي اولوف، انا عايز اروح فين، اروح متحف اللوفر. طب مامي قالت جي في فوار لارك دي تريومف، قالت بعد اذنكم انا عايز اروح لارك دي تريومف يعني قوس النصر. طب هنا كروكوتو في فوار نوتردام، فين كروكوتو؟ اد كروكوتو فري صح. طب مامي في فوار لوفر، لا مامي قالت انا عايز اروح لارك دي تريومف. طب لولو في فوار لا تور ايفل، اين انت يا لولو؟ اهي فري صح. طب اليكس اي بازيل فون اوكير، اليكس وبازيل كانوا رايحين القاهره، لا هم رايحين باريس. زوي في الي او لوفر، فين زوي؟ فري صح. طب كروكوتو في الي، كروكوتو كان عايز يروح فين؟ نوتردام، نختار مين؟ نوتردام. طيب مين في فوار لا تور ايفيل؟ مين عايز يشوف برج القاهرة؟ أكيد لولو، أكيد مين؟ لولو. زوي فو الي، فين زوي؟ أهي راحة اللوفر. طيب جي في فوار لارك دي تريومف، مين قال الكلام ده؟ طبقا للقطعة دي، مين قال أنا عايز أروح لارك دي تريومف؟ أهي مامي، نكتب هنا مامي. طيب مين قال جي في فوار نوتردام؟ نوتردام، 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 يبقى مين هي؟ هي كروكوتو. نكتب هنا يا ولاد مين؟ كروكوتو. هنا بقى رتب نفس الجمل دي بس بتلخبط. طب مع بعض يلا. نو اباري الو، يبقى نو زالو اباري. نو زالو، يبقى نو رقم واحد،
الو رقم اثنين، اباري رقم ثلاثة، او اكتبها هنا كده في النقط دي. بعد كده تقول جو انا في اريد افوار ارى لا تور ايفل. بعد كده جو انا في اريد الي اذهب اللوفر، يبقى جو في الي اللوفر، عايز اروح فين؟ متحف اللوفر. لي بوي ريبون، اقرا ثم اجب. لولو نو برينو لو بوس، هنا بنتكلم عن وسائل المواصلات، وسائل المواصلات. هنا لولو قالت نو برينو لو بوس. طب دي لولو تاخد البيس، هي حره بقى. طب بازيل، وانت يا بازيل؟ قال لك لا مسيو، انا نو برينو لو مترو، انا هسافر او اروح مشوار بالمترو، انا بحب المترو. ماشي يا عم بازيل. طب مامي قالت لا انا نو برينو لو تاكسي، انا بقى عايز اقعد مع نفسي كده في التاكسي مرتاحه. طيب يبقى هنا مامي تحب مين؟ بتحب التاكسي. طب هنا بقى كروكو تو قال لك نو برينو لو باتو موش، انا هسافر بالمركب الجميله دي، بحر بقى ودنيا ربيع وجو بديع. فعمنا كروكو تو بيحب مين؟ بيحب الباتو، المركب. طيب افري ولا فو؟ بازيل برون لو بيس، فين بازيل؟ هل بازيل ده خد البيس؟ لا خد المتر، هنا غلط. طب كروكو تو برون لو باتو موش؟ اهو تروى ثلاثة. لولو برون لو مترو، لولو برون، لا هي كانت واخدة البيس. طيب مامي برون لو تاكسي، فري ولا فو؟ فري دي. طيب لولو برون، فين لولو؟ لو بيس، نختار لو بيس، نختار لو بيس. مين برون لي باتو موش؟ طبعا كروكو تو. طيب مامي برون، مامي برون لو تاكسي، نختار التاكسي. الموضوع بسيط. طب رتب المحادثة دي، هنا واحد بيقول لك انا جو في اوباراميد، بروح الاهرامات. او فاتيت، رايح فين؟ افيك ميزاوي، مع اصحابي. افيك كيتي في اوباراميد، مع مين؟ بتروح الاهرامات. طيب هنعمل كده، يبقى رقم واحد دي او فاتي، يبقى دي رقم واحد. انت رايح فين؟ فقال لك جو في اوباراميد، اروح الاهرامات، دي رقم اثنين. ادي اثنين. طب افيك كيتي في اوباراميد، دي رقم ثلاثة، دي رقم ثلاثة. افيك ميزامي، دي رقم اربعة. افيك ميزامي هنا اهي، دي رقم كام؟ رقم اربعة اهي، دي رقم اربعة. كومبليت سيلون لنميرو دي ايماج، اكمل طبقا للصورة. امير اون فيزيتي، امير بيحب يزور ايه؟ بص هي رقم ستة، يبقى الصورة دي هنا بيحب يزور مين؟ لا تور دو كير، نكتب هنا ولاد لا تور دو كير، برج القاهرة. اثنين أليكس إن فيزيتي، أليكس بيحب يزور إيه؟ هنا السفنكس، نكتب هنا السفنكس. ثلاثة دي يعني الصورة دي. طب ميرا إن فيزيتي، فين ميرا؟ ميرا أدي ميرا، رقم أربعة، طبعا الأهرامات، يبقى نكتب هنا بيراميد، أربعة أربعة أهي. طب سارة إن فيزيتي، واحد، ده صورة مين؟ ده صورة لار دي تريومف، نكتب هنا لار دي تريومف. طب زوي إن فيزيتي، نمرو سانك، ده لا تور ايفل، نكتب هنا مين؟ لا تور ايفل. عمر ان فيزيتي، طبعا ده لو ميزي ايجيبسيان، يعني دي اثنين واثنين اهي، نكتب هنا المتحف المصري. قطع لي سو دو كومون في ريبون، اقرا ثم اجب. هنا خطاب بعته نادر لمين؟ لي جون، قال له نادر ساكن في الاقصر، وكتب الخطاب ده يوم 15 ديسمبر، يوم كام؟ 15 من ديسمبر. قال له كومون سافا، ازيك؟ جابيت الاقصر افيك ما فامي، انا ساكن في الاقصر مع عائلتي، مع بابا يعني مع مصر يعني. جو تنفيت اباسي لو فاكونس دو مي اني اون ايجيبت، انا بدعوك، جو تنفيت ادعوك اباسي لو فاكونس، انك تقدر اجازه دو مي اني بتاعت نص السنه اون ايجيبت في مصر. طب ليه يا عم نادر؟ قال له اون ايجيبت مصر تي بي فيزيتي، هتزور لي باراميد اهرامات لو ميزي ايجيبسيان، وكمان المتحف المصري اي لا تور دو كير وبرج القاهرة، تي فا اتر كونتون لست فيزيت، وانت هتكون فرحان من الزيارة دي. طب سي دي كومون ايه؟ هل هي تكست ولا ديالوج ولا لتر؟ طبعا ده منظر ايه؟ قلنا ده خطاب، نختار لتر. طب نادر ابيت افيك، نادر ساكن مع مين؟ احنا قلنا مع الاسرة، يبقى افيك سي بارون، مع مين بارون؟ اللي هي البابا والماما. طب اون ايجيبت اون بي فيزيتي، في مصر هنزور لا تور ايفل، برج الايفل، ولا للوفر، متحف اللوفر، ولا الاهرامات لبيراميد، طبعا اكيد لبيراميد. جون انفيت نادر، هل جون دعا نادر؟ لا. طيب هنا يا اولاد نادر ابيت اوكير، نادر ساكن في القاهره؟ لا، كان ساكن في الاقصر، يبقى هنا غلط. جون بي فيزيتي لا تور بكير، جون يقدر يزور مدى القاهره؟
يبقى دي صح. لما يزيد الجنسيه ايه تاباري، متحف المصري موجود في باريس طبعا، دي غلط، اللي موجود فين؟ موجود في مصر. نادر ان في جون ا باسي، باسي نكتب هنا باسي، باسي دي باسي يعني يقضي، نكتب هنا باسي. نادر ان في جون ا باسي قضى، ادي باسي يقضي. لو فاكونس اون ايجيبت، يبقى كلمه ايجيبت اكتبها هنا. Il peut visiter هزور ايه؟ لي بيراميد اهي، دي نكتبها هنا. إلى تور دو كير، برج القاهرة، يبقى هنا دو كير أدي إيه؟ نكتب هنا. هنا بقى عايز لي مونومون أون إيجيبت، الآثار في مصر، ولي مونومون أون فرانس، الآثار في فرنسا. هنطلع من هنا يا ولاد أهو الآثار الموجودة في مصر وفرنسا، دي خدناها من شوية وأظن دي سهلة. يعني نكتب هنا كده في النقاط دي لي مونومون أون إيجيبت، آثار مصر. هنا هنا نكتب هنا لي مونومون أون فرانس، آثار الموجودة في فرنسا. هنا حط لو او لا، اسفنكس تاخد لو، لو اسفنكس، ار دي تريومف تاخد الا بالصروف عشان اولها حرف متحرك. طيب بعد كده يا اولاد اللي هي براميد تاخد لو جمع عشان جمع لبراميد، لا تور ايفل ده مؤنث في منا يعني، لو ميزي اوجيبسيان دي كلمه مذكره ماسكولان، ولي لوفر دي كلمه ماسكولان مذكره. طيب بعد كده عندي لي مويان ترانسبور وسائل المواصلات، اللي هي ليه باتو المركب، باتو المركب، لو توبيس، لو فيلو العجله، لو بيس، لا فواتير، لي مترو، لو تاكسي، لا موتو. تاني يا ولاد يبقى هنا لي باتو، لو توبيس، لو فيلو، لو بيس، لا فواتير، لي مترو، لو تاكسي، لا موتو. انتبه، يعني هنا وسائل المواصلات اللي انا بركب جواها بتاخد حرف الجر ام، يعني الكلام ده يا مسيو عايز اقول جو في استاد اون تاكسي، انا بروح الاستاد بالتاكسي. يبقى هنا اي وسيله مواصلات بركب جواها يعني بقعد جواها تاخد حرف الجر ام، لكن المكشوفه زي الحصان او الدراجه موتوسيكل تاخد حرف الجر اه، يعني هنا جو في كلاب افيلو، بروح النادي بالعجله، هنا عجله مكشوفه تاخد حرف الجر اه. كمان كلمه بيه تاخد حرف الجر اه، جو في ا لا ميزون ابيه، يعني ابيه يعني ماشي على رجلي، بروح البيت ماشي على رجلي. لكن فعل بروندر معناه ياخذ، وهنا يا اولاد بتيجي مع وسائل مواصلات مسبوقه بالات معرفه او صفه ملكيه. يعني بص معايا هنا اون برانلو تاكسي، هنا تاكسي ما حطيناش فيها اون زي اللي فوق، لا حطينا فيها لو. ليه مسيو؟ علشان مسبوقه بفعل بروندر. او ساره برونس فواتير، ادي فواتير ما خدتش اون، خدت سا. ليه مسيو؟ علشان فعل بروندر. نحل مع بعض، جي فواياج افيون، افيون طيارة، يعني حاجة أنا قاعد جواها يبقى اون. طيب بابا فا او مارشي ابيي، بابا راح السوق ماشي على رجليه، الفو على جار اون تاكسي، راحوا المحطة اون تاكسي بالتاكسي. نو بارتون، احنا رحنا او رحلنا اون تران بالقطر، ده كله اون علشان احنا دي نركب جواها. مون فرير فا لا بوست افيلو، اخويا راح البريد بالعجله. جي برون، هنا عندك فعل بروندر يبقى اكيد جي برون لو علشان التران مذكر. طيب يبقى هنا اون برون لا فواتير، ليه لا يا مسيو؟ علشان الفواتير مؤنث وهنا عندي فعل بروندر. يبقى ملخص القاعده دي يا اولاد، ان وسائل المواصلات اللي بركب جواها بتاخد حرف جر او، دي سهله اهي. المكشوفه بتاخد حرف جر او، كلمه بيه اللي هي تعادل في الانجليش فوت يعني معناها ماشي على رجليا بتاخد حرف جر اه. بعد كده لو شفت فعل براندر معناه ياخذ، يعني ما ينفعش حرف جر اون بعد براندر، يبقى اداه معرفه او صفه ملكيه. ده ملخص القاعده يا اولاد. جو في الي كل اه، هنا اه بيي عشان هنا في اه، يبقى اه بيي بروح المدرسه ماشي على رجليا، نوصل بيي او هنا هنقول مثلا هنا واحد. طيب ما فامي فواياج اون، اسرتي تسافر اون افيون، هنا اثنين او مثلا اون بيس يعني. نو برينو لو اخذنا لو بيس، هنا تروا. طب ايه لبرون؟ لا هنا لا مؤنث، يبقى لا فواتير، هنا نمرو كاتر. عندي بعض الفيربات، فيرب الي وفيرب بروندر وفيرب فيزيتي وفيرب بارتير. ادي فيرب الي اهو معناه يذهب، يبقى جو في تي فا، الفا
الفا جوفي تي فا إل فا الفا يذهب يعني جوفي أذهب أنا أذهب نوز ألون فوز علي إل فون إل فون يبقى جوفي تي فا إل فا الفا نوز ألون فوز علي إل فون وإل فون ده فيرب علي بعد كده فعل براندر يتناول أو يأخذ يعني جي برون تي برون إل برون إل برون يبقى أول أربعة برون جي برون تي برون إل برون إل برون نو برينو فو بريني إل برين إل برين جي برون تي برون إل برون إل برون نو برينو فو بريني إل برين وإل برين فيرب فيزيتي يزور جو فيزيت تي فيزيت إل فيزيت إل فيزيت جو فيزيت تي فيزيت إل فيزيت إل فيزيت نو فيزيتون فو فيزيتي إل فيزيت وإل فيزيت طب فعل بارتير يرحل جو بار تي بار إل بار إل بار نو بارتون فو بارتي إل إل بارت يبقى جو بار تي بار إل بار إل بار نو بارتون فو بارتي إل إل بارت نحل مع بعض لاحظ معايا معلش إن فيرب بلاندر مع الجي والتي وإيل وإل نطق ثابت نفس الكلام فيزيتي يعني هتقول جي فيزيت تي فيزيت إل فيزيت إل فيزيت معناه يزور يعني نفس الكلام فعل بارتير بص جي بار تي بار الاسم ما انطقهاش ال ال بار نفس الكلام بارتون بارتي بارت هنا شوازي يبقى جوفي سهلة اهي ايل فون او اليفو كومون فا تي عشان هنا في تي اليكس اي موا نو زالون بعد كده جي برون لافيون ايل برون لفيلو نو برينو لوتوكار Les élèves prennent le métro. Sarah prend la voiture. Le prend où là? Table touriste. Il y a un élève qui est ici. Il y a une visite de Tani. Les monuments. Ali et moi, il y a nous visitons les pyramides. Sarah visite l'Oula. Je ne sais pas où elle. Il y a l'Oula visite le musée égyptien. Table de vous visitez le Sphinx. La Khira. Ti visite les eaux. Il y a l'Oula Khira US. شنو وقت أفاريب الجبار الثانية أكلي الفو بارتي لأخرها إزاد ما فامي أسرتي يعني إل يعني هي يبقى بار الأولى إيل بارت أون إيطالي بارت اللي هي الأخيرة تي بار أفيك موا اللي هي الأولى هنا عندي الإكسبريسيون اليا والنيابا اليا يعني يوجد والنيابا يعني لا يوجد اليا يعني يوجد بيجي بعديه آلة نكرة دان متروس في مقلمتي اليا يوجد ان ستيلو ابص ان جوم ستيكا دي كرايو ادي بعد اليا جاء او ان او دي طب ان يابا ده معناها لا يوجد وتيجي بعديها دي او دي ابوستروف ان يابا دي ليف دان ما كلاس ما فيش طلبه في فصلي ان يابا دي توريست ما فيش سياح مش اجانب يعني حط اليا وان يابا هبص هنا في دي حط ان يابا يبقى هنا اكتب هنا مين إن يابا اكتبها هنا كده إن يابا دو ليفر دامون كارتاب هنا في أ نختار اليا معناها قلت لكم شوية إن اليا معناها يوجد بيجي بعدها الكلمة مسبوقة بأ أو إيل أو دي لكن لو شفت دو أو دي أبصرف اختار على طول إن يابا طب هنا أنا جبت هنا بوكو دي مونومو اليا في مصر يوجد الكثير من الآثار هنا في أدي أبصرف أهي دي أبصرف أهي اللي هي دي يبقى مين؟ إن يابا، إن يابا دان موار دان ما شامل. أكمل هنا، جو في مثلا أوكي، أروح القاهرة. أو أي مكان أو أي كلاب يعني. نو فيزيتون مثلا إحنا بنزور مثلا لي براميد، بنزور أهرامات. لي براميد. طيب، أون مونج بناكل إيه؟ ناكل مثلا أون مونج ناكل دي بسكوي، يلا حاجة سهلة إيه. دو بس كوي طيب ان يابا ان يابا نختار من هنا ان يابا حط هنا سندو ليفر ده منكر طب طب اليا اختار بقى يعني هنا اكتب اليا اهي اليا انستيلو او ان جوم ودي كرايون طيب هنا او فاتي انت رايح فين؟ قال لي جو في ا باري رايح باريس جو في او سينما رايح سينما جو في ا لا فيرم رايح المزرعه Je vais à l'école, رايح المدرسة. Je vais à la piscine, رايح البسين. Je vais aux pyramides, رايح الأهرامات. يبقى هنا où vas-tu, أنت رايح فين؟ هتقول والله مثلا Je vais à Paris. Je vais au cinéma. Je vais à la ferme.
je vais à l'école, je vais à la piscine, je vais au paramètre. طيب عندي هنا بقول لك ان هنا بقول لك ان فيرب الي ده يجي بعديه او او الا او ال او او زائد مكان، يعني الكلام ده جي في، بص جي في او، بص هنا جي في ا او 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 الا او الا بالصرف او او جمع، انا قصده كده يعني، يبقى جي في او كلاب اون فا باري. لكن لو انا اروح عند شخص بياخد حرف جر شي، حرف جر مين؟ شي. جي في شي علي، جي في هنا شي علي. المدن تاخد حرف جر ا، جي في ا طنطا، جي في ا باري. يبقى المدن تاخد مين ولا حرف جر ا؟ ما عدا القاهره والفيوم وسينا بياخد حرف جر او، يبقى نوزا بتون اوكي او نوزا بتون نسكن يعني في القاهره، او نوزا بتون او فيوم نسكن في الفيوم، او نوزا بتون او سيناي نسكن فين؟ في سينا. ملخص القاعده دي يا ولاد، ان فيرب اري معناه يذهب، يبقى انا اروح مكان، المكان ده لو مذكر هياخد او، لو مؤنث هياخد الا، لو متحرك هياخد الى بسطروف، لو جمع هياخد او. طب لو انا رايح عند شخص، لو رايح عند شخص، عند شخص يبقى عندي يعني شيء، ما ينفعش هنا غير مين؟ حرف جر شيء. طب انا لو رايح مثلا مدينه، قال لك المدن تاخد حرف جر اه، زي جي في ا طنطا ا باري وهكذا. لو لكن عندي مدن معينه تاخد حرف جر او، هم ثلاث مدن فقط اللي هم القاهره والفيوم وسيناء ياخدوا او. مثال موزا بتون او كير او او فيوم او او سيناء. كده احنا خلصنا يا اولاد الحصه رقم واحد من شرح منهج سته ابتدائي. افكركم بحجز ثالثه ثانوي عام، وان شاء الله نكمل في المحاضرات الجايه شرح باقي الدروس. كان معاكم مسيو ايمن سعيد مؤلف كتب اكسلانس.